كيكات مستطيلات كيكونوا مغلفين بالشوكولاتة ورطبين. حتى هما من انواع ديال البسكويت اللي معروف واللي كيعجبوا الوليدات, كيكون مغلف بالشوكولات ايوا, تيكون فيه خطوط بيضاء لومبالاج ديالو في الاحمر. كاينه العلبه ديال كاينه الصغيره بدرهم والكبيره بجوج دراهم. ايه كيجي بحال الكيك ديال لا جينواز. فوالا نعطيك المقادير والطريقه في نفس الوقت. كناخذوا 6 ديال البيضات كنخدموهم مزيان بالتراب الكهربائي مع شويه ديال الملحه حتى ترجع لنا كريم. كنزيدوا كاس العنبه زيت وكاس عنبه حليب وحنا كنطربوا. من بعد كنزولوا الطراب وكنزيدوا 300 غرام ديال الطحين مغربله و100 غرام ديال النشا. هذيك النشا هي اللي كتخليه النار طاب حشيش فعلا. من بعد كنزيدوا جوج خمارات, بغات السيده شويه رقيق دير غير خماره وحده. كنخلطوا كل شيء بالفوي مزيان. عندنا في المقادير كناخذوا ما فيش بزاف, كناخذوا 6 ديال البيضات كنخدموها مزيان بالطراب الكهربائي مع شويه ديال الملحه حتى تترجع لنا كريمه بحال شكل جينواز. من بعد كنزيدوا كاس العنبه الزيت وكاس العنبه حليب وحنا كنطربوا. من بعد كنزولوا الطراب وكنزيدوا 300 غرام ديال الطحين مغربله و100 غرام نشا وجوج خمارات. هادشي كلشي كنخلطوه بفوي وكنصبوه في واحد المربع مدهون ومرشوش كبير بحال دوك دوك لاطات اللي كيكونوا عندنا الفران ديال الضو. ايه ايه كنصبو يعني كتعطينا 6 البيضات كتعطينا كونتيتي كبيره. كنصبو في واحد الاناء يكون مربع ومدهون ومرشوش. ولا كتاخذ السيده الا ما عندهاش كبير كتاخذ جوج لاطات مربعين يكونوا مقدين وكتقسم الخليط على جوج. كندخلوه يطيب. مي كيطيب كنخليوه يبرد وكنقسموه على جوج, ماشي من الوسط. كنقسمو ديك لاطه كنقسموها على جوج باش يكونوا عندنا جوج قطع. من بعد كنوجدوا لاكريم ديالو اللي كيكون عندنا في الوسط. كناخذوا كاس الحليب عادي وجوج معالق كبار زبده رطبه وربعه ديال الشوكولات اسود. هادشي كلشي كنديروا فوق حمام مريم حتى تذوب تذوب الشوكولات. مي كيذوب الشوكولات كناخذوا ديك الطبقه الاولى ديال الكيكه اللي عندنا وكنحطوا فوق منها النصف ديال هاد لاكريم اللي عندنا. كنغطيوها عاوتاني بطبقه اخرى ديال الكيك وكنضغطو غير شي شويه وكنصبو عليها وكنغطيوها عاوتاني بداك لاكريم اللي عندنا وكندخلوها للفريكو حتى تتقطع مزيان. ملي كتقطع كنخرجوها وكنقطعوها مستطيلات بحال داك الشكل اللي كيتباع. كنغطسوها كلها في الشوكولاط الاسود. ملي كنغطسوها في الشوكولاط كنهزوها وكنحطوها فوق شي شبيكه حتى تتجمد لنا تيجمد داك الشوكولاط. عاد كناخدو 6 ديال الحبات ديال الشوكولاط ابيض وكنزيدو عليهم جوج حبات ديال الشوكولاط كحل باش كيعطينا اللون قهوي. كندوبوهم على حمام مريم وكنديرو دوك الخطيطات اللي كيكونوا عندنا في هاد الكيكات ديال البسكوي. اييه مفهوم ولا نعاود؟ اييه مفهوم. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يطول لي عمرك.